غرفة الاخبار مع سامي قاسمي اهلا بكم الى الساعه الثانيه من غرفه الاخبار ونتابع فيه ايران بين دعوات التهدئه وسياسات التصعيد انهيار محادثات بريكزيت بين المعارضة البريطانية وحكومة ماي في الوقت الذي تروج فيه ايران لعدم رغبتها في الدخول في صراع او حرب بالمنطقه وتسعى بشتى الطرق الى تجنب اثر العقوبات الامريكيه على اقتصادها وتواصل اتصالاتها بمن سمتهم الاصدقاء للحفاظ على الاتفاق النووي من اجل الإفاء الاستفاده من مزاياها الاقتصاديه والماليه تخرج اصوات من طهران تحمل نبره عدائيه الحرس الثوري الإيراني تارة يهدد باستخدام سلاحه ضد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وتارة أخرى ينفذ تهديداته باستخدام ميليشياته في المنطقة لتنفيذ هجمات إرهابية سياسة إيرانية واستراتيجية تحمل معايير مزدوجة دأبت طهران على انتهاجها للتعامل مع أزمتها للمزيد حول هذا الموضوع معنا من الرياض الباحث الرئيسي في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات هشام الغنام ومن واشنطن المتحدث السابق باسم البنتاغون جيفري جوردن ومن لندن الخبير في العلاقات الدوليه الدكتور احمد عجاج. اهلا وسهلا بكم ضيوفي جميعا ابدا من السيد هشام الغنام لنفهم معه بدايه ما الذي ترمي اليه طهران في انتهاج سياسه العصا والجزره، تارة تدعو للحوار، تارة أخرى تدعو للتصعيد وللمواجهة، كيف يمكن فهم السياسة الإيرانية هنا؟ بداية مساء الخير. مساء كل عام وأنتم بخير أنا. وعلى خير. هو الحقيقة لابد أن نفهم يعني نبتعد عن الخبر اليومي هذا الخبر الآن الذي ينهمر علينا كالموج الهادر وهي التصريحات تأتي من هنا وهناك والنظر الى الاستراتيجيات الكبرى في المنطقه والى هذا ولا ميكانيكيه الصراع الداخلي الايراني حتى نفهم هذه المواقف الايرانيه التي تبدو متناقضه وهي الحقيقه ليست متناقضه هي سياسه منطقيه من وجهه نظر الايرانيه اولا الحرس الثوري تحديدا مقتنع تماما بان بان الولايات المتحده الامريكيه لن تتعدى بعقوباتها الاثر الاقتصادي لن يعني لن تقوم بعمل عسكري مسلح باي شكل كان هذا اولا لذلك نرى هذا تصعيد من الحرس الثوري وهذه تصريحات هذه التصريحات تهدف في الاساس الى الداخل الايراني اكثر من الخارج يعني هي هدفها ان تبرز للداخل الايراني ان 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 مشروع ما يسمى بين هلالين المقاومه والممانعه ان هذا قائم وان هذه الامبراطوريه وانا لا احب استخدم الفاظ الطائفيه لكن لابد يعني ان نكون واضحين هذه الامبراطوريه الشيعيه التي تدعمها إيران في المنطقة أنها قوية ومناسبة تستخدم الفاظ هذه الشيعية داخل إيران وخارج إيران إمبراطورية إسلامية هذه هذا هذه الطريقة الإيرانية كانت ناجحة على سنوات وعقود طويلة والحرس الثوري تحديدا مستمر بها ويعتقد أنها ناجحة لأن العالم لن لن يقوم بشن حرب او حتى سيرجيكال اير سترايكس أي ضربات جراحيه على ايران، هذه قناعه الحرس الثوري، طبعا هذه القناعه خطره الحقيقه ومقلقة وفيها وفيها جهل وتهور ومقامرة كبيرة بمستقبل الشعب الإيراني قبل غيره. هذه 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 تفترض أن الحروب يعني أنه لا يمكن أن يحدث مسكالكوليشن أو سوء تقدير أو خطأ من هنا أو خطأ من هناك. أيضا تفترض أن هذه الميليشيات وهؤلاء الوكلاء وهذه الأطراف الثالثة أن العالم سيستمر يعني يعطي دينايبلتي للقيادة الإيرانية يعني يعطيهم فرصة الإنكار بنسبة هذه العمل إليهم لكن هذا نعتقد أنه لن يستمر طويلا الحقيقة الآن نحن في أمام مفترق طرق وأنا أتصور أن الأمور ستتغير كثيرا حتى في طريقة النظر إلى ميليشيات إيران في المنطقة تحديدا الحوثي وتحديدا ما يحدث في العراق ميليشيات في العراق وحتى ميليشيات في سوريا ولبنان بأي اتجاه سيد هشام؟ يعني ستكون القيادة الإيرانية هي المسؤول المباشر عن أفعال هذه الميليشيات هذا هو السؤال الكبير نعتقد لانه بغير ذلك ستستمر هذه السياسه الايرانيه هذه الازدواجيه والتناقض كما اسميته بالاستمرار، لأن, لان الحقيقه هي يعني استمرت فتره طويله ناجحه بهذا التقدير يعني هي تؤمن الداخل الايراني تؤمن تدعم مراكزها في الداخل وايضا في الخارج يعني لا لا ينالها الا العقوبات الاقتصاديه التي هي مؤثره بشكل كبير، لكنها ليست بالتاكيد مثل غزو عسكري او ضربات عسكريه، يعني هذا ما لا يريده الحرس الثوري، هو يعتقد انه سيصبر حتى تنتهي فتره راس ترامب دونالد ترامب وبعدها لكل حادث حديث وهذه السياسه نعتقد انها يعني من 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 السنتين التي خلت يعني اثبتت فشلها وان ولابد يعني ان يكون هناك تغيير في السياسه الامريكيه، لابد لامريكا ان تفهم هذا هذه الاستراتيجيه والاسلوب الايراني حتى حتى ينفك هذا الاستعصاء والانغلاق السياسي الذي نراه الان، ايران لا تريد ان تنخرط في مفاوضات جاده من العالم بل تريد ان تستفيد من مزايا الاتفاق النووي ولا تريد ان تدفع ضريبه لهذه المزايا والانفتاح للنظام المالي العالمي. نعم. أذهب إلى السيد جوردون ما رأيك في هذه النقطة حقيقة حينما يتعلق الأمر بلهجة إيران العدائية تارة ولهجة أخرى نراها من خلال دبلوماسييها، من خلال متحدثين باسم الخارجية الإيرانية يدعون أصدقاء إيران للبحث عن مخارج إيجاد حلول لهذا الاتفاق النووي. كيف تفهم الإدارة الأمريكية المنطق الإيراني؟ مرحبا رمضان كريم سررت بلقائكم اليوم، اعتقد ان واشنطن قلقه للغايه مع العمليات العدوانيه من ايران وهذا تصعيد الكلام وفي نفس الوقت نحن نفهم وندرك هنا في الولايات المتحده الامريكيه ان ايران في وضعيه يائسه مع العقوبات الاقتصاديه ضد قطاع النفط الذي هو يتهاوى بشكل كبير واقتصاد ايران لا يبلي بلاء حسنا في الوقت الحالي بسبب التضخم المرتفع وكذلك تهاوي الريال ونحن نتحدث وايضا بسبب الضغط الاقتصادي والدبلوماسي ضد ايران لذلك نحن نفهم وندرك ان ايران ستضرب هنا وهناك بهذه التصريحات الكلاميه لان السكان الايرانيين سيكونون مستائين مع القياده الايرانيه عندما يتهاوى الاقتصاد ويضعف اكثر فاكثر دون ان يفعل اي شيء القياده الايرانيه عليها ان تبرر ما يحصل وتقول اننا نتعرض لهجوم و تبدو وكأنها تدعم الميليشيات والوكلاء كحزب الله في لبنان وحزب الله في كل أنحاء العالم وكذلك الحوثيين والميليشيات الشيعية في العراق إذا هناك نزاع متدن نجده الآن في الخليج وتلك الناقلات الأربعة التي استهدفت اثنتان من السعودية وذلك على القرب من الأراضي الإماراتية أعتقد أن من يفعل ذلك ليس صعب نتكهن به طبعا وكلا إيران لأننا نعرف أن إيران هي التي تشجع هؤلاء على فعل ذلك لذلك أعتقد أن إيران ستواصل هذا النوع من التخريب وبطبيعة الحال إذا وصل ذلك سيكون الأمر نهاية للنظام نعم أوروبيا سيد أحمد عجاج يعني برأيك ما المنتظر أوروبيا فيما يخص هذه هذا الاتفاق النووي لأن يعني اليوم وزير الخارجية ظريف يقول على أصدقائنا أن يقدموا يعني يقدموا هناك خطوات ملموسة وليس فقط أقوال هل نتوقع من أوروبا أن تقدم أي حل في الأفق يعني دعني اقول لك ان الموقف الاوروبي واضح جدا انهم لا يريدون لهذا الاتفاق ان يفشل لانه يعتبرونه ضمانه لا تسمح لايران بالحصول على السلاح النووي لكن المشكله التي يواجهها الاوروبيون الان ان اداره الرئيس الامريكي خرجت من الاتفاق وزادت الضغوط وهم امام مواقع يتوجب عليهم حسب الدعوات الايرانيه الى مواجهه الولايات المتحده الامريكيه، هم وضعوا نظام الاليه الماليه الخاصه لتيسير التعامل التجاري في القضايا في المواد التجاريه المسموح بها والتي لا تمانع موسكو فيها، لكنهم لا يستطيعون المضي اكثر من ذلك، لذلك تضغط ايران عليهم بشده واعلان الرئيس الايراني مهله 60 يوم انه اذا لم تستجب الدول الاوروبيه لمطالبه فانه سينسحب من هذا الاتفاق اعتقد بدل ان يعني يجلب الاوروبيين الى صفهم دفعهم اكثر الى الغضب من ذلك لانهم يرون ان هذا معناه انهم اذا لم يستطيعوا ان يوقفوا اداره ترامب ستخرج ايران من الاتفاق وهذا سيجعلهم يقفون مع ترامب وهم لا يريدون ذلك، هم يريدون من ايران ان تصبر قدر ما تمكن الان حتى يعني يتبين شيء ما سياسي او دبلوماسي يمكن ان يحل الازمه، لكن ان يقفوا مع ايران ويقف ضد الولايات المتحده الامريكيه فهذا غير ممكن على الاطلاق لان مصالح اوروبا مع امريكا اكبر بكثير من مصالحها مع ايران وليمن هذا السبب هم يضغطون على ايران وبلغوا رسائل ايران ان تصريح روحاني ليس مشجعا على الاطلاق ويضر في الاستراتيجيه الاوروبيه ولا يؤدي الى خير نعم سيد هشام طهران تستنجد بالاصدقاء لايجاد حل هل بقي فعليا وعمليا لايران اصدقاء هي الحقيقه لا تستنجد فقط هي كان هناك عتب شديد خاصة على الاوروبيين يعني م. الايرانيين يعتقدون ان الاوروبيين خذلوه بطحوا بشكل تام لترامب يعني وخذل وخذلوا ايران يعني وايران لم يعني قلنا هذا على شاشه هذه القناه قبل عده اشهر ان الايرانيين سيصبرون عده شهور قبل ان ان ينسحبوا من هذا الاتفاق ولو جزئيا حتى يروا الموقف الاوروبي وحتى حتى يروا ماذا ستفعل الصين وروسيا والدول الأوروبية أيضا في دعمهم يعني ورأوا حق تخاذل من هذه الدول لأنه فعلا الدول الأوروبية مصالح أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى لو كان بينها وبين الرئيس ترامب خلافات كثيرة إلا أن المصالح تطغى على هذه الخلافات وتمسحها الحقيقة لا يمكن إيران ليس لها قيمة كبرى بالنسبة للأوروبيين مقابل دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية هذا أولا ثانيا يعني لا بد أن نراجع أنا أعتقد هذه نقطة مهمة لا بد أن نراجع منطق أن العقوبات الاقتصادية تخلق لك نفوذ معين داخل ايران هذا النفوذ بالتالي يسمح لك بالتفاوض مع ايران وعقد اتفاق اشمل انا اعتقد هذه المعادله ليست دقيقه ولا بد من مراجعتها راينا رده الفعل الايرانيه يعني ايران لا تستجيب لا تستجيب للعالم بهذه الطريقه راينا الان بدل ما كانت يعني تدعم الميليشيات فقط وتدعم وتدعم الارهاب راينا الحين السكيورتي الان السكيورتي باكتس الامريكيه الاساسيه منها المصادر الطاقه المصادر المشتركه اللي منها حرب الطاقه هذه اللي نراها الان ما فعلته الحقيقه ميليشيات ايران تحديدا في السعوديه وما حصل في الفجيره ايضا امر خطير وجلل وينبغي الرد عليه يعني لا ينبغي السكوت عنه يعني لانه اذا اعطي اذا اعطي الحرس الثوري ضوءا اخضرا وكرت مرور بعد هذه العمليات فسيستمر بابتزاز العالم وابتزاز المنطقة واعتقاد أن العالم لا يملك أمامه إلا هذه العقوبات الاقتصادية التي أثرها الأكبر سيكون سيحاول هذا الحرس الثوري أن يجعله على الشعب الإيراني وأن يخرج هو من هذه الأزمة بعد مرور فترة الرئيس ترامب هذا هو التفكير الإيراني لا يمكن أن نسمح للإيرانيين أن ينجحوا في هذه يعني في في عمل هذه اللعبة الحقيقة والنفاذ من هذه الازمه الكبرى التي يعيشونها في الوقت الحالي. طيب سيد غوردون هل نتوقع ان تذهب الاداره الامريكيه في سياسه اكثر صقوريه مع طهران ام انها ستبحث عن صفقه ما عن تجديد للاتفاق النووي ما رايك؟ Well, الرئيس ترامب يريد التوصل إلى صفقة مع إيران، يريد أن يضمن ألا تحصل إيران على سلاح نووي وخصوصاً مع هذا النظام الإرهابي، هذه الدولة الراعية للإرهاب، ولذلك الرئيس ترامب يفهم ويدرك خطورة السلاح النووي التي يمنع على إيران حيازتها في الوقت ح... في الوقت ذاته، الرئيس ترامب قال للقادة العسكريين إنه لا يريد حرباً مع إيران وأخبر البنتاغون وباتريك شنهان نائب وزير الدفاع قال له إنه لا يريد حربا مع إيران وهو يريد رؤية الخيارات لضمان ألا تواصل إيران مهاجمة حلفائها في المنطقة وألا تكون تهديدا للملاحة البحرية ولسفننا وسفن حلفائنا وفي الوقت نفسه الرئيس ترامب يريد إبقاء الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على إيران حتى تستسلم ايران وتتوقف عن البرنامج النووي دون الاضطرار الى الذهاب الى الحرب لانه لا نريد خوض حرب وفي الوقت نفسه تحصل ايران على سلاح نووي لان ذلك سيكون سيناريو سيء سيد احمد عجاج ما رايك في هذه النقطه الدول الاوروبيه هل متحمله ومتفقه مع الاداره الامريكيه في هذه السياسات الحاليه تجاه طهران ام لديها مقاربه اخرى؟ هي ليست متفقه مع سياسه ترامب تجاه ايران، هي تعارض هذا الاسلوب، هي تريد حلول دبلوماسيه وتقول ان على الاداره الامريكيه وانا المقصود ترامب كان بامكانه ان يبقى في الاتفاق ويبحث في قضايا الاخرى التي هي مسار قلق مثل التمدد الميليشيات في العالم العربي والتخريب الذي يحدث في تلك المناطق، وكذلك في موضوع الاتفاق النووي، الاوروبيين يقولون كل شيء يمكن مناقشته. الرئيس ترامب قبل ان ياتي الى السلطه لديه موقف واضح من الاتفاق النووي، انه اتفاق يعني غير صالح ولن يصمد وسيؤدي في نهايه المطاف الى حصول ايران على السلاح النووي، لذلك هو انسحب من الاتفاق ومارس كما هو يقول في كتابه يعني فن الصفقه يعني هو مارس اقصى ما يمكن من الضغوط وسيمارس اكثر من الضغوط على ايران حتى يجلبها الى طاوله المفاوضات، المشكله انا اعتقد والخطيره في هذا هذا السيناريو ان ايران هي ذاتها تعتقد ايضا أنها بممارسة الضغط عبر الحرب غير المتوازية لأن تستخدم الميليشيات يمكنها أن تدفع الرئيس الأمريكي إلى التخفيف لأنه لا يريد حرب لكنها بممارسة هذا الأمر قد يدفع أيضا الرئيس ترامب إلى رفع الوتيرة وبالتالي يقع الاصطدام عن طريق الخطأ وإذا ما وقع فسيكون كارثة بكل معنى الكلمة لأن الحرب يعني ليست شيئا سهلا على الإطلاق ولأنها ستستخدم فيها كل يعني الأس التي تدمر والتي تخرب لذلك الأوروبيون يقولون نحن أقرب إلى المنطقة ونحاول قدر ما أمكن بأن نسوي هذه المشكلة لذلك هم يضغطون على إيران وليس على ترامب لأنهم لا يستطيعون أن يضغطوا على ترامب هم يضغطون على إيران ويقولون بالتحديد لوزير الخارجية وللرئيس الإيراني يجب أن لا تعطونا مهلة يعني ستين يوما وتنسحبوا من الاتفاق لأنكم إذا انسحبتم من الاتفاق فلن تجدوننا نقف في صفكم وهنا يعني هذا ضغط من الاوروبيين يقولون للايرانيين اياكم ان تصعدوا لان ذلك لن يكون في صالحكم وليس في صالحنا ايضا سيد احمد أعود مرة أخرى لمتابعة نقاش حول التصعيد ولهجة العداء الإيرانية من جهة ولهجة التفاوض لهجة الحوار من جهة أخرى أعود إليك سيد هشام الغنام وعذرا على الإطالة لأن هناك تطورات من من دمشق نتحدث هنا عن مسألة الحرب التي تقرع طبولها هنا في الخليج أولا كيف ينظر الخليج لمسألة الحرب لمسألة قصقصة أجنحة الأذرع الإيرانية في المنطقة كيف تقارب دول الخليج هذه المسألة برأيك أنا أعتقد يا أعتقد المقاربة حدثت منذ فترة طويلة حرب مفتوحة يختلف عن قصقصة أذرعة إيران في المنطقة ورأينا ردا حازما على الحوثي راينا يعني محاوله لكبح جماح هذه الميليشيات في اكثر من مكان في 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 المنطقه بعض الاحيان يتخذ هذا الشعب تدخل تدخلا صلبا كما حدث في اليمن من قبل التحالف العربي بعض الاحيان يكون تدخلا ناعما كما حدث كما يحدث في العراق بمساعدات ماليه وبدعم للحكومه العراقيه والمؤسسات العراقيه يعني كان هناك استراتيجيه خليجيه شامله في هذا الاطار لمحاوله كبح جماح هذه الميليشيات، لكن سؤال الحرب المفتوحه هذا امر اخر ومختلف، انا لا اعتقد وهذا رايي الشخصي ان احدا يريد الحرب في هذه المنطقه، المنطقه فيها من الازمات ما يكفيها، لكن الحقيقه هذا الاستهتار من قبل الحرس الثوري تحديدا في هذه المنطقه المشتبكه الان. لا. عده اطراف تشترك في هذا الموضوع، ليس فقط دول الخليج. المسكالكليشن وسوء التقدير قد يحدث من اي طرف كان. وقد تحدث حرب في أي وقت شرارة الحرب قريبة جدا وليست بعيدة يعني محاولة استبعاد فرضية الحرب أنا أعتقد أن هذا خطأ كبير وأن الحرب قريبة منا إذا استمرت إيران في محاولة ضرب إمدادات النفط إذا استمرت في محاولة استخدام ميليشياتها ظنا منها أنها تستطيع الإنكار أو تضحية بهذه الميليشيات متى ما أرادت أو, 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 أو البعد عن هذا الفعل كما دائبت على فعل ذلك في السنوات الماضيه، انا اعتقد هذه الفرضيات كلها طيب. آه خطره وقد تودي بنا الى حرب مفتوحه في اي وقت رغم التصريحات الرسميه الامريكيه التي تستبعد فرضيه الحرب، لا يوجد حرب يا اخي الكريم خطط لها وكانت الدو... الحرب العالميه صحيح آه لم تك... لم تدخلها الدول وهي ت... وهي تظن انها ستدخل حربا آه قاتله ومدمره مثل هذه، فالايرانيين انا اعتقد انه يجب الان الحقيقه ان يقف العالم في هذا الوقت وقفة جادة مع ايران ولا يجعلها تفر هذه المرة كما فرت في المرات السابقة او ان تكسب او تعطى هدية مثل هدية الاتفاق النووي او ان تستفيد من هذه المزايا المالية بدون ان تقدم ثمنا حقيقيا لذلك. نعم، سيد احمد عجاج يعني الاخبار تطالعنا بانه خامنئي يقر تغيير في قيادة الحرس الثوري الايراني، البعض يقول بانه هذه القيادات اكثر تشددا من من سابقتها علي ماذا يؤشر ذلك برايك يعني انا كما قلت لك يعني استراتيجيه ايران تقول على طبعا قبل ان نتحدث عن استراتيجيه ايران يجب ان نفهم ان ايران كما قال كيسنجر عليها ان تقرر انها ثوره ام دوله عاديه، م. حتى الان ايران تتحدث بمنطق الثوره التي تريد نشر فكرها في كل المنطقه ومواجهه كما تسميه الاستكبار العالمي، لذلك التغيير في الحرس الثوري انا برايي هو مجرد لعبه دبلوماسيه اخرى لاظهار للعالم ان ايران لن تتراجع امام التهديدات وستصمد وبالتالي تزيد الضغط على اداره الرئيس ترامب لكي لا تحمله على مزيد من التصعيد لكن هذا ما حذر الاوروبيون منه ايران أنها أن لا تلجأ إلى تلك الخطوات لأن قد يكون الرد عليها بخطوات مماثلة وهكذا دواليك حتى تصبح الحرب عن طريق الخطأ يعني أمر لا بد منه لذلك الأوروبيون يشددون دائما وينصحون الإيرانيين بل حتى يقولون لهم أنكم إذا بزمتم بشيتم في هذا الطريق فلن نكون معكم لذلك أعتقد أن خامئني يمارس هذه اللعبة الدبلوماسية التي نجحت في السابق كثيرا وهي عملية التصعيد بمعنى اننا لا نخاف وان الحرب اذا ما وقعت فلن نتاذى منها نحن وحدنا بل ستتاذى مصالح امريكا وهم يسمعون من الرئيس الامريكي ايضا تصريحات بانه منفتح على الحوار وانه يريد حوار لكنهم يريدون حوارا ليس بالطريقه التي يريدها ترامب يريدون حوارا يعطوا فيه شيئا من الكرامه وحتى الان لم يعطيهم ترامب هذا الشيء لذلك هم لا يجدون امامهم مناص سوى اللجوء الى تلك السياسه المتبعه سيد جوردن هل سيعطيهم ترامب شيء من الكرامه كما يقول ضيفي من لندن باختصار لو سمحت Well, President Trump wants to have a dialogue الرئيس ترامب because he يريد اجراء حوار لانه uh, يريد day, حل الازمه وفي نهايه المطاف هو يريد ان يكون صارما مع ايران دون اللجوء الى الحرب However, لكن ما ساقوله حول ايران هو ان عليهم ان يتذكروا ان الجيش الامريكي والجيوش العربيه في الخليج هي اقوى من ايران وكانت امريكا قد حسمت في 1988 الحرب مع ايران في يوم واحد عندما تجرات على التحرش بها عاقبتها لأنها كانت قد أغرقت إحدى سفننا في ذلك الوقت وتسببت لها في أضرار لذلك تخيل يوما واحد حسمت في أمريكا الحرب مع إيران بسبب شيء واحد ونصف البحرية الإيرانية أغرقت في يوم واحد لذلك على إيران ألا تسيء التقدير وإيران وترامب أراد أن يكون سخيا مع إيران وأراد منهم أن يتعافوا في اقتصادهم وأن لا يحصلوا على السلاح النووي الرئيس ترامب أيضا عرض عليهم الفرصة للحوار وسواء كان المرشد الأعلى يقبل هذا الحوار أم لا أعتقد أن هذا أمر مشكوك فيه أعتقد أن الرئيس ترامب أيضا يريد أن يكون سخيا معهم قدر الامكان شرط أن يوقفوا برنامجهم النووي شكرا جزيلا لك سيد جيفري جوردن المتحدث السابق باسم البنتاغون حدثنا من واشنطن واشكر ايضا الباحث الرئيسي في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات هشام الغنام واشكر ايضا الدكتور احمد عجاج الخبير في العلاقات الدوليه كنت معنا من لندن